اشوفك يوم الهجوم واطلع
من يقدر يحتمل يشوف الضلع بكسر يشوف ولده واه على اعتابه معتفر يشوف ولده واه على اعتابه معتفر وصية ومكتوب انا غصب اجرع الجمر من اللي يقدر ينظر الوديعه لو تنعصر ومن يقدر يحتمل يشوف الضلع بكسور يشوف ولده هوى على اعتاب معتفور على اعتاب كأن المحسن ينادي يا ابويا ما سمعت امي ترى معصورة خلف الباب وانا مني نزف دمي عصراها وتتصبر تنادي في ضد سنديني تراهم كسروا بالعيني وهذي اللي تمر في عيني وقول الحيدر يجيني وقول الحيدر يجيني زينب تنظر حيرها ترى المنظر وحسين وحسن نادر وينك يا علي حيدر وينك يا علي حيدر يا زهرة شفت يا حوالي أنا صابر يجروني أنا اللي نكس الراية انهم يذلوني لجل الشرع يا زهرة اصبر واحتمل اكثر لو مهما جر علي تبقى مصيبتك اكبر تبقى مصيبتك اكبر ملعون من صف الحطب على باب بيت النبي من صف الحطب على باب بيت النبي ملعون من صف الحطب على باب بيت النبي من صف الحطب على باب بيت النبي ملعون 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 الحطب على باب بيت النبي ملعون من صف الحطب على باب بيت النبي يلا يلا يا علي يا علي يا علي ملعون من صف الحطب على باب بيت النبي من صف الحطب على باب بيت النبي ملعون من صف الحطب على باب بيت النبي من صف الحطب على باب صف الحطب على باب بيت النبي ملعون من صف الحطب على باب بيت النبي وصية يا محمد من النبي موصيها 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 وصية يا محمد من النبي موصيها
النبي توصيها حيدر. وصية لك يا حيدر من النبي موصيها. وصية لك يا حيدر من النبي موصيها. يلا يلا يا حليله.